طلبة وطالبات الفرقة الثانية، شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة بورسعيد، استكمالا لسيكشنز مادة كمبيوتر كوميرشال أبليكيشن، واستكمالا أيضا لما بدأناه من حل مجموعة من الإكسرسايز الخاصة بشابتر 3 والخاص بالسنترال تندنسي أبليكيشنز. وقبل الحديث عن باقي السنترال تندنسي ميجرز، هنعمل كده بريفيو صغير عن اللي أخدناه المرة اللي فاتت. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن السنترال تندنسي، وعرفنا ان السنترال تندنسي is the point at which the distribution is imbalanced، واتكلمنا وعرفنا ال most popular measures of central tendency is called mean، وقلنا كمان ان ال mean بتاعنا ده is can be used with both discrete and continuous data، وعرفنا ان المين او الارثماتيك مين is equal to the sum of all values in the data set divided by the number of values in the data set. وايه عرفنا الصيغة او الماثماتيكال فورمولا of mean، وعرفنا ان المين it's noted by x bar for sample or mu for population. وعرفنا ان اذا كان هو اذا كان x bar or mu فالفورمولا او الماثيماتيكال فورمولا بتاعتنا عباره عن summation x over n، مجموع البيانات على عددها. بعد كده تناولنا البروبرتيز اوف مين، وعرفنا ان المين includes every value in your data set as a part of the calculation، وكمان عرفنا ان المين بتاعنا ده is the only measure of central tendency where the sum of the deviation of each value for the mean is always zero. وكمان عرفنا ان المين بتاعنا ده minimize error in the prediction of any one value in your data set. وعرفنا بعد كده او تناولنا بعد كده limitation of mean، وعرفنا ان المين بتاعنا ده له bounds، له حدود، ما اقدرش ان انا اطبقه في كل الحالات، يعني هو مش البتر measure of central tendency of all cases. لا، ده احنا عندنا ان المين بتاعنا ده it not often one of the actual value that you have observed in your data set. كمان عرفنا ان المين بتاعنا ده ان المين بتاعنا ده it may not be favorite measure of central tendency for skewed distribution or outliers. ما اقدرش ان انا اطبقه اذا كانت البيانات بتاعتي دي فيها او التوزيع بتاعي اذا كان فيه نسبة التواء معينة او اللي بنطلق عليها في قيم متطرفة. واخدنا مجموعة من التطبيقات على المين، واخدنا معاهم كمان كل من الويتد مين والجروب مين. النهاردة ان شاء الله هنكمل باقي السنترال تندنسي ميجرز اللي هي الميديان والمود. بيقول لي ان الميديان بتاعنا ده is a popular measure of central tendency زيه بالظبط زي المين، يبقى الميديان بتاعنا ده popular measure of central tendency، برضو مقياس شائع من مقاييس النزعة المركزية بتاعتنا زيه بالظبط زي المين. طب هو عبارة عن ايه يا جماعة؟ it is the value in the middle of data set، هو القيمة اللي في النص بالظبط اللي بتتوسط البيانات، واحيانا كمان بيسموه البرسنتايل نمبر 5. يبقى الفيفث بايه؟ برسنتايل، ده 15 برسنتايل اوف ا ديستريبيوشن. بيقول لي بقى ان المين بيعالج لي المشاكل اللي كانت بتظهر لي في الميديان في المين. احنا عارفين ان المين بتاعنا ده كان نوت ا فيفرت ميجر فور سكيود ديستريبيوشن اور اوتلاير. لا، the median is a favored measure of central tendency for skewed distribution and outlier. يبقى لما يكون في عندي في البيانات outlier، لا، the better measure of central tendency في الحالة دي هو الميديان مش المين. والميديان كمان يا جماعة بيهتم بالرانكينج للبيانات، يبقى علشان أعرف الميديان لازم to rank them، لازم ارتبهم الاول وبعد كده اقدر
من خلال الترتيب ده اعرف القيمة اللي في الميدل، القيمة اللي في النص بالظبط. تعالوا كده نتعرف مع بعض على بعض الاكسرسايزز الموجودة عندنا في الكتاب. اول بروبلم عندنا هو بروبلم 5 بيج نمبر 130. The following table represent the weekly wage in dollars of a 10 employees at a company. واداني هنا بيانات عن السالري الخاصة بال 10 employees، ومطلوب من حضرتك الآتي: find the median of salary for the 10 employees mathematically. The median of salary using Excel. The median of salary using MATLAB. The median of salary using SPSS. وكمان طالب من حضرتك حاجتين مهمين جدا 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 علشان نعرف الفرق في التطبيق ما بين الميديان والمين. فبيقول لي هنا give your comment about the median value. عايز حضرتك تعلق لي على قيمة المين اللي طالعة دي. هل القيمة بتاعة المين اللي طالعة دي معبرة فعليا عن الميدل اوف داتا ولا لا، او الميدل اوف داتا سيت ولا لا. نمبر اف، does the median value represent a better measure of central tendency at this example? If it is not, state the region or give your suggestion. تعالوا كده يا شباب نشوف ازاي ممكن تمرين زي ده يتحل. في الاول خالص احنا عندنا الداتا سيت بتاعتنا الخاصه بالسالري، وانا محتاج دلوقتي ان انا احسب الميديان. To find the median of a number of value. Number one, arrange data according to ascending or descending order. في الاول خالص لازم ارتب البيانات دي سواء كانت تصاعدي ascending or descending تنازلي. خلاص تعالى نتفق ان احنا هنمشي تصاعدي ascending يعني. يبقى اول حاجة arrange للسالري انا اسف in ascending order. ده في الاول خالص هنبدأ نشوف ال smallest value of salary كانت لل employee number 7، يبقى هي بالنسبة لي the first order. يبقى اول salary عندنا 120. تاني سالري عندنا كانت للامبلوي نمبر 4، يبقى هو بالنسبة لي هو الاوردر نمبر 2 and so on. طب تاني خطوة عندنا بيقول لي بعد كده بعد ما بنرتب in case of odd number of data points the order of median is given by m equal n plus 1 over 2. لو البيانات بتاعتي كانت بيانات فردية فالاوردر بتاع المين بتاعي هو عبارة عن n plus 1 over 2. وعرفنا طبعا من قبل كده ان ال n هي السامبل سايز او النمبر اوف observation. طب البيانات دي عددهم عندي 10، يعني مش فردي، مش odd number، لا ده even number. ماشي يا شباب، يبقى في الحالة دي أبدأ أشوف إزاي أحسب الميديان من الـ even number. In case of even number of data points the order of median is obtained as following. أول حاجة بنعمل بنحسب compute the order of the two middle points. هيبقى في عندي مش ميدل بوينت واحدة، لا عندي تو ميدل بوينت. The first order of median m1 equal n over 2. The second order of median is m2 and equal 2 over n plus 1. طب compute the order of the two middle point. m1 equal ال n عندي ب 10، يبقى 10 over 2. The result will be equal 5. يبقى the first order of median is equal 5. The second order of median n over 2 plus 1. 10 over 2
ب 5 plus 1 the result will be equal 6. يبقى في عندي we have two orders of middle. We have two orders of middle. تمام. يبقى في الحالة دي الميديان بالنسبة لي هو الرقم اللي between the order 5 and order 6. The order 5 and order 6. The order 5, the value of the order 5 is equal to 150. The value of the order 6, 160. 150 plus 160 over 2, the result will be 155. كده انا حصلت على الميديان. يبقى الميديان بالنسبة لي هنا هو 155، هو القيمة التي تتوسط الرتبتين او القيمتين الوسيطيتين. يبقى the median is the sum of values corresponding to the order of M1 and M2 divided by 2. تمام يا جماعة؟ يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنحسبه mathematically. نيجي بعد كده يا شباب للسوليوشن using Excel. To find the median using Excel, number one, enter the data among cell P1 up to K2. من P1 up to K2. من P1 لK1 to enter the order أو the order of employees. From P1 B2 up to K2 to written down the salary. From P3 write down the formula. The formula started by equal sign. وقلنا لازم started by equal sign. وبعد كده بكتب الفورمولا بتاعتي. يبقى started by equal sign. وبعد كده الفورمولا بتاعتي. Small letter or capital letter. Between round brackets. طب انا هعمل دلوقتي هحسب to find the median from mean. From salary. يعني from B2 up to K2. From B2 up to K2. ماشي يا شباب. And then down enter. And then down enter. يبقى أنا كده حسبت ال نيجي بعد كده to find the median using MATLAB. To find the median using MATLAB أول خطوة عندي نفس الكلام، عندي data وعندي formula أو function والoutput لو أنا مدخل الداتا صح والfunction صح الoutput بتاعي هيبقى أكيد صح. الداتا بتاعتي هي الداتا set بتاعتي salary. عايز أدخل بيانات السالري فهدخل بيانات السالري في صورة horizontal array. يبقى between square brackets. فباجي اكتب في الكوماند ويندو salary equal between square brackets ببدا ادخل البيانات بتاعتي 150 كوما لانه horizontal 180 كوما 160 كوما 140 كوما 150 وهكذا and so on up to 950. Closed square brackets and then write semicolon. You will get you will hidden the result. بعد كده بكتب write down the formula اللي هي الميديان. يبقى الفورمولا اللي بتحسب لي الميديان جوه برنامج الماتلاب زيها بالظبط زي الاكسل الاثنين. الميديان اللي بيحسبه لي برضه هو الامر ميديان. اللي بيحسب لي الميديان هو الامر ميديان. فبقول m equal median
هنا الشرط بتاعي الكونديشن بتاعي بيقول لي كلها small letter وبتوين round brackets. انا كنت كتبت السالري حرف الاس كابيتال لتر، يبقى لازم برضو اكتب السالري هنا كابيتال لتر زي ما انا كتبته. بمجرد ما بديله انتر هو بيطلع لي الريزلت، بمجرد ما بديله انتر هو بيطلع لي الريزلت. وبكده اقدر احسب الميديان يوزنج ماتلاب. نيجي بعد كده يا شباب للسوليوشن يوزنج اس بي اس اس. فبنقول to find the median of salary using SPSS، أول حاجة open the software program اللي هو ال SPSS بتاعنا ده، و from the variable view window write down the variable name salary. هنيجي على ال name وهنكتب salary in the variable أو in the name of variable. يبقى النيم اوف فاريبل عندنا هنا زي ما هو موجود قدام حضرتك بنكتب سالري، ولازم اتاكد ان الميجر بتاعي هو سكيل لان انا هدخل نيوميريك داتا. تمام يا شباب. وبعد كده بنتقل من الفاريبل فيو الى الداتا فيو. بعد كده بنتقل من الفاريبل فيو للداتا فيو علشان ابدا ادخل الداتا بتاعتي. عندنا دلوقتي بننتقل الى الداتا فيو زي ما هي موجوده قدام حضرتك، وبنعمل انتر للداتا ان ذا داتا فيو زي ما هو موجود قدام حضرتك كده. انا عندي 10 اوبزرفيشن فببدا ادخلهم فروم ذا فيرست سيل اللي هي بالنسبه لي 150 اب تو ذا 10th سيل اللي هي 900. وبعد ما بخلص الداتا انتري بتاعتي باجي على مرحلة الاناليز او التحليل بتاعي. تعالوا كده يا شباب نشوف ازاي ممكن تمرين زي ده يتحل. في الاول خالص احنا عندنا الداتا سيت بتاعتنا الخاصة بالسالري، وانا محتاج دلوقتي ان انا احسب الميديان. To find the median of a number of value، number one arrange data according to ascending or descending order. في الأول خالص لازم أرتب البيانات دي سواء كانت تصاعدي ascending or descending تنازلي. خلاص تعالى نتفق إن احنا هنمشي تصاعدي ascending يعني. يبقى أول حاجة arrange للسالري أنا آسف in ascending order. ده في الأول خالص هنبدأ نشوف الـ smallest value of salary كانت للـ employee number 7، يبقى هي بالنسبة لي the first order. يبقى أول salary عندنا 120، تاني salary عندنا كانت للـ employee number 4، يبقى هو بالنسبة لي هو الـ order number 2 and so on. طب تاني خطوة عندنا بيقول لي بعد كده بمجرد الضغط على الاستاتيستكس بيطلع لي هنا الاستاتيستكس الخاص بالفريكوانسز، فبلاقيها قدامي هنا متقسمة إلى أربع أجزاء. الجزء الأولاني اللي بيكلمني على البرسنتايلز فاليو، والجزء الثاني الخاص بالسنترال تندنسي، وتحت بلاقي ال dispersion وال distribution الخاص بشكل التوزيع سواء كان skewness او kurtosis ملناش دعوه بيهم دلوقتي. اهم حاجه عندي انا عايز احسب الميديان اللي هو the part of the central tendency measures. فباجي اعمل choose للميديان، كليك statistics، بعد ما بضغط على statistics mark على الميديان and press continue، وبعد كده بضغط على continue، ومن continue اضغط على press ok to get the output menu. هنجيب ال output menu بمجرد ما بدوس على ال ok. بمجرد ما بدوس على ok يا جماعة بيظهر لي ال output menu، فبيجي يقول لي والله انت استخدمت frequencies
وعملت تشوز في الاستاتستكس على الميديان، فالميديان بالنسبة لي هو الرقم اللي موجود قدام حضرتك ده 1.55 e raised to the power 2، يعني باختصار الرقم هو 155. طب لما نعوز دلوقتي نعمل كومنت على الميديان بتاعنا ده، لو نلاحظ كان في عندنا قيمتين بعيد جدا اللي هو ال 900 وال 950، بعيد جدا عن الارقام التانية اللي كانت كلها بتتراوح ما بين 120 up to 180. فبيقول لي طالما في عندي اوتلاير ففي الحالة دي ما ينفعش ان انا استخدم المين، لان المين مش مقياس مفضل او مش مقياس من مقاييس النزعة المركزية، مش مفضل في حالة وجود الاوتلاير. فبيقول لي the median is a better measure of central tendency in this case، في الحالة دي المين الميديان بالنسبة لي هو الافضل من المين. because ليه بقى؟ the salary is being skewed between the two large salaries، عندي two large salaries اللي هم 900 وال 950. تمام يا شباب؟ تمام. ندخل بقى على التمرين اللي بعد كده. هنسيب ان شاء الله لحضراتكم exercise 6 page number 131، حضراتكم تجربوه في البيت، وهندخل على طول على exercise او problem number 7 page number 132. يقول لي for the following data، واداني الداتا الخاصة بال variable y وهي عبارة عن 12 observation، وبيقول لي find the mode mathematically with a mode using excel، the mode using MATLAB والmode using SPSS. بيقول لي المود باختصار هو عبارة عن measurement of central tendency زيه زي الميديان والمين، بس بيتميز بان هو عبارة عن ايه؟ it is the most common value. فبيقول لي حتى is the most frequently value، اكتر قيمة بتتكرر او الفريكوانسي او الفريكوانت سكور in the data set or a distribution. the data set may have more than one mode. احيانا بيكون في عندي اكتر من مود، مش لازم يكون في عندي مود واحد. لما بيكون في عندي مود واحد بنسمي الداتا سيت بتاعتنا دي يونيك مود. طب ممكن يبقى في عندي تو مود فبيسموه في الحالة دي بايو مود. طب لو انا عندي اكتر من قيمتين كانوا اكتر القيم اللي اتكررت وقد بعض، ففي الحالة دي بنسميها مالتيبل مود. ماشي يا شباب؟ او مالتي مود. بيقول لي في عندي توزيع مشهور قوي اسمه النورمال ديستريبيوشن. فور ذا نورمال ديستريبيوشن، من مميزات النورمال ديستريبيوشن ده اللي هو الشكل بتاعه شكل جاوسيان ديستريبيوشن زي ما اخدناه مع الدكتور المهدي. بيقول لي النورمال ديستريبيوشن من مميزاته ان المين والميديان والمود ار ايكوال. مين وميديان اند مود ار ايكوال فين؟ في النورمال ديستريبيوشن. ماشي يا جماعه؟ في النورمال ديستريبيوشن بيبقى المين والميديان والمود كلهم واحد. بيقول لي المود بيفضل استخدامه is used for categorical data to known the most common category، علشان نعرف ايه هي اكتر فئه اتكررت او ايه هي الفئه الشائعه اللي حصل فيها اكتر تكرار ممكن. المود بتاعي ما بقدرش اطبقه في كل حاجه، ده له برضه ليميتيشن. بيقول لي ان المود is very rarely used with continuous data، في العاده او نادرا ما يتم استخدام المود بتاعنا ده اذا كانت البيانات بتاعتي continuous data. يبقى اذا كانت البيانات بتاعتي دي continuous data ما بيفضلش قوي ان احنا نستخدم المود. برضه بيقول لي the mode will not provide us with a very good
measure of central tendency when the most common mark is far away from the rest of the data in the data set. لما بيكون برضو المود بتاعي ده او الموست كومون مار اكتر قيمه اتكررت عندي في اي اتجاه سواء كان الليفت فار او الرايت فار فما بيفضلش استخدام المود بتاعنا. طب احنا علشان نحل الكلام ده سواء كان ماثيماتيكالي او يوزنج اكسل او يوزنج ماتلاب او يوزنج اس بي اس اس نعمل ايه؟ اول حاجه تعالوا نشوف السوليوشن using mathematically. احنا عايزين نشوف ال most frequently used او ال most frequently values من البيانات اللي قدامي دي. هلاحظ ان ال 3 اتكررت مرتين وال 3.7 اتكررت مرتين وال 6.3 اتكررت برضو مرتين. يبقى اكتر قيم اتكررت قد بعضها كانوا كام؟ كانوا 3 قيم. يبقى في الحالة دي انا ما عنديش مود واحد ولا عندي 2، ده انا عندي 3 مود. يبقى في الحالة دي انا عندي مالتي مود، عندي اكتر من منوال، عندي اكتر من منوالين كمان. يبقى عندي في الحالة دي ايه؟ مالتي مود. يبقى 3 دي مود، يبقى 3 مود، 3.7 مود، 6.3 مود. يبقى we have 3 مود. we have كام؟ 3 مود. يبقى لما بنيجي نحل الحل الماثماتيكالي، الحل الماثماتيكالي بشوف مين اكتر قيم اتكررت. تعالوا نشوف دلوقتي ازاي نحل الكلام ده using excel. to find the mode using excel زي ما بنعمل كل مرة، اول حاجة enter للداتا، الداتا بتاعتي among B1 up to M1. From B2 write down the following formula started by equal sign. الفورمولا اللي بتحسب لي المود هي نفسها المود. تمام يا شباب؟ يبقى equal sign mode between round brackets B1 colon up to M1. يبقى equal sign mode P1 up to M1 and then press enter you will get the mode. Using MATLAB to find the mode using MATLAB، أول حاجة enter للداتا بتاعتي اللي هي ال Y variable. Y variable هدخلها في شكل horizontal array between square brackets، ببدأ أدخل الفاليوز بتاعتي والسبريت بتاعي هو الكوما 1.3 كوما 2.1 كوما 2.9 كوما and so on up to 6.3، وفي الآخر closed لي ال square brackets و semicolon، وبعد كده enter. دلوقتي دخلنا البيانات بتاعتنا، مطلوب مني دلوقتي اني ادخل الامر او الفانكشن او الكوماند اللي هيحسب لي المود. فهقول مثلا وليكن m equal، الامر اللي بيحسب لي المود بالظبط زي وزي الاكسل هو المود. يبقى حتى الان اخذنا ان الميديان في اكسل هو الميديان في الماتلاب، المود في الاكسل هو المود في الماتلاب. الاختلاف اللي كان عندنا في الميجر اوف سنترال تندنسي، الاختلاف الوحيد كان في المين. في الاكسل اسمه افريج، في الماتلاب هو المين. يبقى بنقول ايكوال ساين مود بتوين راوند براكتس واي الداتا سيت بتاعتي او الهوريزونتال اري بتاعي انزين بريس انتر طب تو سولف يوزنج اس بي اس اس using SPSS. نرجع ونقول تاني write down the variable name y in the variable view window. من ال variable view window هنكتب ال y بتاعتنا، ماشي يا جماعة؟ وبعد كده enter للداتا بتاعتي in data view
دخلنا على طول زي ما هي موجودة قدامك على الشاشة، دخلنا على الداتا فيو على طول على اعتبار ان احنا خلاص عارفين الخطوة بتاعت الفاريبل فيو. وهنبدأ نكتب البيانات بتاعتنا من 1.3 up to 6.3 بواقع 12 observation. طب انا عايز احلل الكلام ده، هعمل ايه عشان احلل الكلام ده؟ click analyze menu، هنضغط على analyze menu، select descriptive statistics to get frequencies، من الfrequencies click frequencies، then select the variable y and click the ايه the r. هنضغط على r، وده علشان ايه؟ نعمل بس substitution من الجزء الفاضي ده الى الجزء الخاص بالvariables. ماشي يا جماعة؟ بعد اما نقلت الفاريبل y من خلال ال r اللي قدام حضرتك ده، بيقول لي هنضغط على statistics، كليك statistics، وهنعمل choose او mark على المود زي ما كنا عملنا قبل كده مارك للميديان، نعمل مارك المين للمود and press continue، نضغط على continue ثم press ok. يبقى ضغطت على continue، انا قفلت دلوقتي المنيو الخاصة بالاستاتيستيك، لكن لسه ما قفلتش المنيو الخاصة بالفريكوانسيز، فلازم اضغط على ok. بمجرد ما بضغط على ok بيظهر لي ال output منيو. بمجرد ما بيظهر لي الاوتبوت منيو زي ما قلنا قبل كده في الميديان، بنلاحظ ان هو بيقول لي انا شغال فريكوانسز والمود بتاعي هيساوي كذا. دايما بنلاقي اختيارات المود للبرامج هو بيدور على الموست فريكوينتلي يوزد، ولو لقى اكتر من موست فريكوينتلي فاليوز بيختار الفاليو ال smallest value او ال minimum value. يعني في الحالة بتاعتي هنلاقيه في الاكسل او الماتلاب او الاس بي اس اس هيختار 3، هيختار مين؟ ال 3. وبكده يا جماعة نكون خلصنا السكشن بتاعنا المرة دي، ونهينا شابتر 3 بالكامل، وان شاء الله ابتداء من السكشن القادم هنشتغل مع شابتر 4. شكرا لحسن استماعكم.